عالم بيحتفل باليوم العالمي للمتاحف. مصر فيه احتفاليه كبرى بتقام في متحف المركبات المكيه. زميلتي بسمه الشارع موجوده، الشاعر موجوده هناك، وهتنقل لنا اجواء واصداء الاحتفاليه واليوم. لماذا تم اختيار هذا اليوم ليكون يوم للمتاحف العالميه؟ صباح الخير يا بسمه. صباح النور، طيب اهلا بكم مشاهدينا من متحف المركبات الملكية. المتحف ده تم انشاؤه من قبل الخديوي اسماعيل ايوه انا سامعاك. في اليوم العالمي للمتاحف بيحتفل هذا المتحف اليوم بهذا الاحتفال، وتم تخصيص اليوم بالكامل للأطفال ليكون تسليط الضوء على أهمية هذا اليوم، على أهمية المتاحف في ترسيخ التاريخ المصري. ومعنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الصباغ وهو مدير المتحف هنا. يعني أستاذ أحمد، لو تقول لنا النهاردة هيكون الاحتفال عامل ازاي؟ الاطفال ازاي هتقدروا ان انتوا تخلوهم يهتموا بالمتاحف اكتر؟ اولا اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. الاهتمام مش بالطفل بس، الاهتمام بالكبير والصغير. احنا بنربط المتحف طبعا، بيربط ما بينه وما بين المجتمع كله. عندنا ندوات، عندنا محاضرات، عندنا احتفاليه خاصه باهم او بعض القطع الخاصه بالمركبات هنا، عربيه مميزه كانت بتستخدم في العصر الملكي. طبعا كل متحف عامل قطعة مميزة في هذا اليوم طبعا المهم بالنسبة لنا. طب يا فندم، لو تقول لنا أكتر عن المتحف، يعني احنا شايفين فيه مركبات دي لأنهي عصر؟ يعني لو تقول لنا أكتر عن هذا. طبعا احنا عندنا اكثر من 44 مركبه معروضين في المتحف. احنا في مكان مهم جدا كشارع سنه 1942، حتى عندنا بانر في افتتاح البرلمان المصري في خلف الصوره، حضرتك برضه هتشوفوها. افتتاح البرلمان المصري في عهد الملك فاروق، عملنا نفس الشارع هنا. هتبصي على البانر وعلى الشارع بتاعنا اللي هو موجود فيه المركبات، هنلاحظ ان هو ما فيش فرق خالص. طبعا في الواجهه قدامنا الواجهه الاثريه اللي هي خاصه بالظبط نفس القطعه اللي هي واجهه قصر عابدين. احنا عرفنا ان النهارده كل الاشياء بتبقى موجوده هنا مجانيه للاطفال، مظبوط؟ لو تقول لنا عن البرنامج اللي بيتيحه المتحف. عاملين ورش طبعا للاطفال، برضه زي ما قلت لحضرتك ربط ما بين المجتمع والمتحف. عندنا ندوه مهمة جدا عن أهم الآثار، طبعا هيلقيها مدير عام المتاحف التاريخية. عندنا بعض المعارض، في معرض للصور الفوتوغراف اللي هي طبعا مهمة جدا لبعض وأهم المقتنيات اللي عندنا، العربية الألاي اللي استخدمها الملك فاروق في زواجه وافتتاح البرلمان المصري زي ما حضرتك شفتي. شكرا لك استاذ احمد، شكرا لك على المتابعه. يعني مشاهدينا، كما ترون اليوم العالم اجمع يحتفل باليوم العالمي للمتاحف، حيث يحتفل اكثر من 30,000 متحف حول العالم من اكثر من 100 دوله للاحتفال بهذا اليوم ولتسليط الضوء على اهميه المتاحف عالميا، لانها هي التي ترسخ التاريخ وهي التي تحفظ التاريخ ليس المصري فقط ولكن في العالم اجمع.